رائعة عود والعود أحمد سعيد برقياكم مشاهدين أينما كنتم وأينما حللتم وارتحلتم وبدون لغة خشب اليوم غتكون مبلبلة بمعنى الكلمة. إذا مشاهدين الكرام غادي نهضروا كما كتشوفوا في العنوان الرد ديالي على أشرف بن المدن. إذا حاكمت حكمت حشومة كاع شي تخربيق والله ما نخليها الدوزانة كاع زيد على المهداوي حتى هو اليوم فهمتي المهداوي عاود فهمتي التمثيل وداك التخربيق عاود حتى هو ماشي نخليه يدوز هكاك. مع إلياس برنامج يومي كي يهتم بقضايا الرأي العام والقضايا الساخنة والأكثر رواج. مع إلياس كنناقش وكنحل بطريقة مهنية كل مصداقية وأمانة. من بعد التهجم مشاهدينا الكرام على هذا السيد اللي شفته في الصورة، هذا السيد هذا حقوقي اسمعوني مزيان وردوا البال، هذا كان حاضر في الأحداث ديال الفنيدق من بعد ما وصف المهاجرين جزائريين أو من جنوب الصحراء أو توانسة وصفهم بالعصابة وطالب بالاعتقال ديالهم بدل الترحيل ديالهم كما غادي تسمعوا في المقطع كيقول خصهم يتعتقلوا عاد يترحلوا. بمعنى علاش قلت لكم ركزوا معايا الله يخليكم باش ما نظلموا حتى شي واحد، خصهم يتعتقلوا نسمعوا المقطع ياك خصهم يتعتقلوا وعاد يترحلوا. بمعنى كيهضر على هادوك اللي كيستعملوا المغرب كقاطرة باش يشعلوا الفتنة، كقاطرة باش يدوزوا من هنا، ومن اللي كيدوز بنادم يعني كنقطة عبور داير ليك البلاد ديالك بمعنى يقدر يرتكب أي نوع من أنواع الجرائم ثم يذهب ثم يشد ليا في البوطو ديال الضو، واش فهمتني ولا لا؟ إذن هاد أنواع هادو خص منهم الاحتياط، خص المراقبة، خص بنادم يدير فيه أتونسيون، فهمتني ولا لا؟ واخا نسمعوا يعني واضح لمن كيقصد. نسمعوا بعدا باش نحطكم في الصورة عاد نشوفوا باش اشنو قال أشرف بن المدن ثم غادي نشوفوا الرد. أنا والله ما كنعرف هذا السيد ولكن سمعت بعض المقاطع ديالو فتبين لي بحكم يعني الخبرة وبكل تواضع وبكل موضوعية أنه وطني ملكي وأنه يعني كيترأس شي جمعية حقوقية. دابا غتسمعوا أشنو التصريح اللي كان قال واللي ناضوا ليه يعني منهم أشرف بن المدن وناضوا ليه شي بعض الكلاب الضالة ديال الطابور الخامس وبعض الخوانة ديال الداخل منهم واحد الخائن اللي محكوم بالخيانة ودوز يعني ثابت عليه تابت عليه الخيانة تهو طلع كيسب فيه وكيقول ليه الإماعة المكلفون بالمهام القديرة. مهم نكملوا. هادو عصابة، هادو عصابة إجرامية، هادو عصابة، هادو ما خاصش ترحيل ديالهم، هذا نداء السيد وكيل العام، هذا ماشي خاصهم يمشيو لديورهم، خاصهم يمشيو للحبس. كمنظمة حقوقية نطالب القوة العمومية استعمال قوة هذه راه رسالة باش نشوفوا مجموعة ديال السلاكيط كيعتادوا على رجال الأمن. كنا هادوك الشباب، هادو ليس شباب، هادو عصابة، هادو عصابة خاص يتم اعتقالهم، عند الوكيل العام، ماشي الترحيل ديالهم، وإلا السيد الوكيل العام حقهم يتحمل المسؤولية ديالهم. غادي تركزوا معايا الله يخليكم بكل إنصاف، لو كنت القاضي، ولو كنت منصفا، لأن الإنصاف واجب، الإنصاف واجب أن تكونوا منصفون. السيد كيقول ما خصش الترحيل ديالهم، لما كنقولوا الترحيل لولاد البلاد ولا البراني، خص لهم الحبس عاد الترحيل، بمعنى واضح كنقصدوا البراني ياك. إذا ما يقول ليش شي ولد الحرام من فعيله أو شي واحد شي عدمي أو شي واحد من عملاء المجوس، ما كنهضرش على أشرف بن المدن، دابا كنهضر على العدميين الآخرين، فهمتي؟ فما يجيش ويقول لي هذا ماشي حقوقي وهذا فاعل تارك وكذا وكيقول الشباب المغاربة كيطالبهم بالاعتقال وحوش الحقوقي كيبغي الناس يتعتقلوا. ولا ما طلبش بالاعتقال ديالهم اللي هو كيقول هاد البرانيين وكيقول العلة، وهي العلة ماذا؟ هي كيقول كيهرسوا الحافلات كيشعلوا العافيه في الطريق. ناس انا شفت مقاطع كيزفوا بالحجر على الكيران وعلى الناس بالطوموبيلات ديالهم المدنيين العزل الابرياء. الى ما طالبتش بالاعتقال ديال هادو فانا مجرم، الى ما قلتش عصابه اشنو غيكونوا بمعنى انها كمجموعه وكيشيروا في الطريق على البوليس. ها انتم شوفوا هذه الصوره، يلا العدميين شنو اللي داروا هذا الفعل؟ هذا ماشي عصابه وماشي خصهم يتعتقلوا، يلا جاوبوا العدميين يا ولاد السوق يلي باغيين المغرب مك، لان انتم ما كرهتوش هادو كينوضوا العافيه يعني هادوك الجماعات يعني هادو اللي هما مجرمين بالفطره، لان اللي باغي يحرق راه ما كيجيش يشير على عباد الله. شوفوا معايا ما بيجيش لا كيجي وكيطالب السلامه ويدير كذا، لا زعما كاع الا ما فهمش وما بغاش يستوعب انه فهمتي. ها انتم شوفوا هذا راه واحد من القوات المساعده طايح دوده وتجي واحد تلقى حقوقي وكيضرب حقوقي لان الحقوقي طالب بتنفيذ وتطبيق القانون على هؤلاء الذين اقترفت يمينهم هذه الجرائم التي رايناها بام اعيننا.
ما يكرهوش حتى يستفزوا هاد القوات العمومية ويردوا عليهم ويطرحوا الضحايا من هنا وهناك وتما تبدأ تشعل شوية بشوية حتى يتحقق هدفهم. وهدفهم واضح وبين، الهدف ديالهم باينين. ولاد الحرام من فعيلهم كاين اللي قادر باش يقول الكلام من على برا، دوك النباحين ديال كلام القرنة، وكاين اللي هنا داخل كيقال المهداوي المرابط بغيتي اسقط النظام، شغلك هذاك. انا بطريقتي وانت طريقتك، كلها كياكل كسكسو بالطريقه اللي بغا. قلت له الصراع ديال المهداوي ها كيهضر مع علي المرابط، واش فهمتوني ولا لا؟ اذا سيد ما قال الا حقا، سيد الغيره ديالو. سمعوا سمعوا، عصابة إجرامية، هادو عصابة، هادو ما خاصش الترحيل ديالهم، هذا نداء السيد وكيل عام، هذا ماشي خاصهم يمشيو ديالهم، خاص يمشيو لحد كمنظمة حقوقية نطالب القوة العمومية استعمال القوة، هذه راه رسالة باش نشوفوا مجموعة ديال السلاكين اللي اعتادوا على رجال الأمن، كنا دوك الشباب، هادو ليس شباب، هادو عصابة، هادو عصابة خاص يتم اعتقالهم، هاد الوكيل العام ماشي ترحيل ديال عصابة إجرامية تفعل كذا وكذا، يعني العيلة لا هي باينة وانهم اصابه وان الارتكاب ديال الجرائم ديالهم تقتضي يعني كنطلبوا من الوكيل العام يعني الاعتقال ديالهم الفوري ويمشيوا بتكوين اصابه اجراميه مرتكب هذه الافعال. كاين شي غرام ديال الغلط هنا، انا والله ما عرفت السميه ديال هذا السيد، هذا عرفت سميته؟ شي واحد يعرف سميته كتبها لنا الله يجازيكم بخير. كل التضامن مع هذا السيد، راه ما قال كلمه واحده ديال العيب ما قالها، وخارجين ولاد السوق الكلاب اللي ما عندهم ما يدار، شي واحدين اللي دايرين فيها حقوقيين بلاص يمشيو نمهم يقلبوا على خدمه، شموا السخين، حاقدين على البلاد، حاقدين على اي واحد كيقول كلمه الحق، اي واحد بغى باش يسمي الاشياء بمسمياتها. لا هما بغاو هاد الشعل، لا ما تقول يتعتقلوا، ما تقول فيهم كلمه خايبه، ضربوا البوليس ما كاينش مشكل، حبسوا الطريق ما كاين مشكل، اضرب النار في الطرق ما كاين مشكل، ضربوا الحافلات ديال الركاب المدنيين ما كاين مشكل، عادي ما كاين، وكتقولوا حقوق حقيقه حقوقيين، انتم راه مجرمون تدافعون على الافعال الاجراميه. بغيتوا الكلام يكون واضح راه غتسمعوه من عندي انا، ولا اخاف في الله لو متلائم. وكاع اللي قالوا هذا الكلام هذا وفي نفسهم، سمعوا وفي نفسهم شيء وعندهم غرض وهدف من اجل تخريب هذا البلد، اللهم اشغلكم بانفسكم، اللهم اجعل كيدكم في نحوركم يا ولاد السوق. اذا قلت انا كنستثني اشرف المدن حيت هو نهضر عليه، كنقول انا كنهضر على الاخرين اللي سمعتهم داروا تصريحات. اجي نشوفوا دابا اشرف المدن بوحدو هذا، نحطوه جانبا ودي شوفوا كيفاش تهجم على هذا الحقوقي، لأنه فقط قال يجب اعتقالهم، أعود وأقول وما قال إلا حقا. فأشرف بالمدن نشوفوش من خانة غادي نحطوه، واش هو المهداوي وجهاني لعملة واحدة، واش توا من العدميين وأصحاب السطادية السباغة كحلة وما كاينه غير، واش فعلا كنتي بغيتي هذوك الدراري ما تعتقلوش ويهرسوا ويزيدوا هكا وتهجموا على البوليس ويحرقوا الكيران ويديروا كذا باش تنوض غاتشعل غاتشعل. نسمعوا قبل ما نحكموا نسمعوا، والرأي ليكم مشاهدينا الكرام تفاعلوا، لأن كاع نحتمل الخطأ والصواب وقدر نكون أنا غلط. سمعوا سؤال بغيت نفهم بعد أول نقطة طاحت لي دابا في بالي، هذا السيد هذا اللي غتشوفوا الفيديو ديالو واش كيدير تما؟ أكثر واحد خصو يمشي للحبس هو هذا بعدا، هادو ما خاصهمش الترحيل، هادو خاصهم الاعتقال، ما كاينش حقوق الإنسان هنايا، خاصهم الاعتقال. قسما بالله إلا من ذاتي أنايا وحق هادشي كيألم بزاف، أكثر واحد خصو الاعتقال هو أنت، ما عرفتش واش الدور ديالك ولا السلطة ديالك ولا شكون أنت أصلا ما كنعرفكش، مي كيفاش عطاتك نفسك توقف تما وتعطي تصريح بهاد القساوة هادي؟ شكون انت؟ شمن سلطة عندك انت باش توقف تما بكل جرأة وتهضر هكذا؟ أشرف بالمقابل يعني مفهوم المخالفة ما دام هو يعني خصو الاعتقال، فبالله وتالله انت اللي خصك الاعتقال. علاش؟ لأنك خالفته في كلمة حق، هو قال أن هؤلاء العصابة خصهم يدخلوا للحبس غادي ترحلوا، بمعنى هادوك اللي كيجوا من أجل إشعال الفتنة بحال اللي شفنا هذيك خيتنا العاهرة الجزائرية التي ادعت أنها مغربية من وجدة، فتبين فيما بعد بلاص أنها كتفرتت الخبز لولدها في الماء، تبين أنها عندها الدار وأنها بخير وعلى خير ما خصها حتى شي خير، أحسن بزاف ديال المغاربة، وإنما هناك أجندة تنفذها، ياك واضح. وكثير من الجزائريين وجوا النحس الكراغلة ولاد السوق اللي جاوا لهنايا، وشفنا بعض الكمامر اللي خص الكلب دمهم الحبس ثم الترحيل على جوج بغال، واضح. انا كنقول اكثر واحد خصو الحبس هو انت، غتقول لي علاش؟ غادي نقول لك يعني انت ما بغيتيش يتواجد هنالك كحقوقي، ما معنى حقوقي؟ حقوق الوطن، حقوق الامن، حقوق القوات المساعده، حقوق الطرقات، حقوق المسافرين اللي تزف عليهم بالحجر، حقوق موالين الطوموبيلات الامنين اللي تقدر تكون اختك واخوك وخالتك وعمتك وخويا وعمتي وبو وجدي، المواطنون الامنين اللي كيتزف عليهم بالحجر والفيديوهات لا تخفى على احد. اذا هادو واشنو قال عليهم عصابه؟ السؤال واش كتعتبروا عصابه
مجموعين ارتكبوا افعال اجراميه، نعم ام لا؟ الواقع هو نعم. الا قلنا لا غنكونوا ولاد الحرم مقطرين، غنكونوا يعني نحور يعني المواضيع ونبدل الكلمه، يعني نحرف الكلمه عن مواضيعه. اذا هو ما قال الا حقا، والحقوقي هو ولد المنطقه، فين بغيتيه يتواجد؟ فين بغيتيه يكون؟ إذا ما كانش تما، لأنه هو من أفضل الحقوقيين، لأنه تواجد في الميدان وكيصرح بكلام حقيقي واقعي. ولا بقى فيكم الحال لأنه سمى الأشياء بمسمياتها على الجزائر ولا المؤامرات التي تحاك ضد المغرب، وتكلم على بعض الأصدقاء ديالكم، يعني شي وحدين تبينوا انهم صحابين المهداوي وصحابك انت، الله اعلم شكون هما. المهم هضر على حاجيب وهضر على الراضي الليلي وهضر على بزاف ديال الكلام الكرنا، ياك ما ضركم الحال. لا شوف، حنا اليوم كنحملوا المخابرات الجزائريه على هذا المنشور اللي كتروجوا واللي عطات فيه مجموعه ديال المغالطات. اذا حنا مع البلاد ديالنا طبيعه الحال. المسائل ما هي داخليا كنحملوا الحكومه، هي حكومه فاشله، مجموعه ديال الشباب بكل صراحه راه ما لاقيش الشغل. اذا هذه الوضعيه كتحملها الحكومه اللي هي حكومه فاشله. كنزيد ناكد، حنا التمسنا باش يكون تدخل ملكي. شوف حنا مع البلاد ديالنا، بغينا ولا كرهنا بلادنا ونتقدوا بلادنا داخل ارض الوطن. ما كنشوف مجموعه ديال بعض الانفصاليين بحال مسمى محمد الراضي الليلي، محمد حاجيب، مجموعه ديال انا سي خالد، غير بالنسبه للاسماء انا كنتحمل المسؤوليه ديالي، غير باش ما يتحبسش الاسماء سي خالد، انا كنتحمل المسؤوليه ديالي. اليوم البلاد ديالنا وقت راه خصنا نوقفوا مع البلاد ديالنا. هاد الصور مال العلم خصنا نشكروا المصالح اللي اعتقلت هاد الوليدات واللي تهلاو فيهم بالمعقولات بالملابس، ماشي اعتادوا عليهم شي مغالطات يتم ترويجها من طرف الاعداء والبعض المواطنين كيتيقوا. لا، خصنا نوقفوا مع البلاد ديالنا وردوا على هاد المخابرات الجزائريه اللي كتعطي مجموعه ديال. انا بغيت شي واحد يقول لي يا هاد الحقوقي شنو هو الخطا اللي قال؟ واحد ارتكب عده جرائم، الا ما طالبناش بالاعتقال ديالو باش غنطالبوا ليه نديروا ليه العماريه؟ باش غنطالبوا ليه نجيو ندوزوا ليه على شي خروف؟ نعم اسيدي، ونشويوا ليه نعم اسيدي، ونعطيوه الديسير ونعطيوه لافوكا ونعطيوه الاناناس، ها شنو غنعطيوه؟ انا ما فهمتش انا كيفاش انت مؤثر زعما كتقولوا للصحفي اشرف. والله العلي العظيم كما طالبت او طلبت له الاعتقال هذا الحقوقي، والله انت خصك تعتقل. تقول لي من انت؟ غنقول لك انا من انت؟ يجي شي واحد غيقول لي من انت؟ نقول لي انا واحد كيقول كلمه الحق، ونتحداك اشرف تجلس معايا في هذا الموضوع دابا اقسم بالله، وتكون معنا في المشاهده. الباتري خسرت لي ديال الطوموبيل، نقول لك دابا نديرها مارش ونجي. والله دابا نجلس انا وياك مناظره، ولا انت تجي عندي دابا نقول لك اجي عندي، راه بيني وبينك يمكن وقيله نص ساعه ما كاملاش. اقسم بالله الا تهرب بما لا تعرف وتظلم الرجل وتشجع اولئك المجرمون على اضرام النار، تشجعهم يا اشرف بالمدن على ان يقترفوا مثل هذه الافعال الاجراميه التي رايناها. فين عندكم؟ ما عندكمش الوجه. طالع زعما وشعل الكاميرا ودا شو ما صاحبي، عيب تعدى على خوك يدافع عن البلاد، خوك يعني معرض راسه في الميدان، انت من انت؟ اش كدير تما؟ فعل ما لم تستطع فعله انت ولا غيرك يا اشرف. الرجل فعل ما لم يستطع الاماعات، ما لم يستطع المرتزقه اللي هما لابسين العباءه ديال حقوق الانسان واللي كيعايروه البارح شي وحدين شي كلاب ضاله، ها فعل ما لم يستطيعوا فعله. واش لا يحق لاي احد في العالم، سمعوا السؤال مزيان الله يخليكم، اي احد في العالم كيفما كان نوعه، شفتي جرائم ترتكب بالعين المجرده، وحنا ذكرنا منها ما حصل وما شفناه يعني عبر الفيديوهات، كاينه ولا لا؟ فإلا قلتي بالله مرتكب هذه الافعال اللا اخلاقيه والاجراميه والتخريبيه يجب اعتقالهم، واش قلتي شي حاجه عيب ولا حتى خصك شكون انت ولا شكون قال لك ولا اي واحد على وجه الكره الارضيه يعني عنده فطره سليمه، اي واحد يعرف المعروف وينكر المنكر، اي واحد انسان طبيعي فغيقول لك فعلت كذا وكذا يجب اعتقالك وتطبيق القانون عليك. واش هادشي ولا كاين ولا ما كاين؟ لا هذا بغى ما تقول فيهم والو، خليهم يشعلوا العافيه، ما حملوش داكشي يوقف، بغاو داكشي كان يزيد وتشعل العوافي وتنوض نعم سيدي المقاتله، وبغاو يشوفوا السوريه المصغره هناك نعم هناك بعض الذين يعارضون يعني من يقول كلمه الحق ومن يسمي الاشياء بمسمياتها ان تخرب البلاد. يعني واش اشرف المدن منهم؟ انا اتساءل. كلام ديالو ما
انا كلامه غريب جدا، ما عندكش الحق باش تقول هذا الكلام. شكون من انت؟ من انت انت صاحبي؟ من انت؟ والله الا حشومه. انا هذا السيد هذا كنت فاداه بزاف ديال الحوايج، لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن توقفت الموت عطيت صريح بهذه القساوه هذه. هو يعطيك الصراحه وانت مالك؟ شكون انت؟ نعطيك الصراحه ونعطي 70000 تصريح. شكون انت؟ شكون بغي تعطي بهذه القساوه هذه؟ تشمين قساوه؟ المطالبه بتطبيق القانون هذه قساوه؟ تسميه الامور بمسميات قساوه؟ شكون انت اللي تعطي التصريح؟ انا كندير التصريح، انا اكثر منه، انا كندير التصريح قدام ما نعرفش شحال ديال الناس. يلا اجي قول لي شكون انت دير. انا كنقول لك انت مخطئ وقد اخطات. يا ريت يا ربي يا ربي تكون مخطئ وما تكونش خاطئ، بمعنى خاطئ بمعنى تعمدت الخطا، والخطا هنا جريمه، لانك تنتقد من يطالب بتطبيق القانون، من يسمي العصابه عصابه. ناخذ شي مكالمه، ناخذ مداخلات. اذا ناخذ مداخلات ونبداو نقولوا الو. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، مرحبا بك. الاسم الكريم ومنين كتكلم؟ الله يخليك. انا يوسف من الدار البيضاء. يوسف من الدار البيضاء، تفضل بالمداخله اخي الكريم. اول حاجه من الشرف انني نجي مع الياس ليا هذا اعز الناس عندي، ما عمرني كنت ليا ربي نتلاقى معاه. وما ننسى واحد دخل جيال في انا دست على 3 سنوات يتكلم على واحد المعاناة ديالي. اعتقد انا قد تكلم شوية بالصوت غتعرفني، لان انا المتتبعي لك تربي كان دواء قدر يقيم الوضع ديالي في العمل طريقة واحد تراشق من بعض اليوتيوبر كنت لقيتيه في ديك الطرفية. واعتقد ديك الساعة كنت في صوت العدالة. عمري ما نسيت إلياس المداخلة ديالو اللي كان في واحد الملف يتعلق بيوتيوبر كان موضوع النقاش طريقة باش حل المعطيات وقدر واحد الإنسان يحس بيا أنا ويدوي عليا بما نكون هنا عارفين ياك. والله خويا كنحاول رد صوتك ما غريبش عليا، ولكن كنحاول. أنا ويوس، أنا نسهل عليك، أنا ويوس اللي كان مغرب نيوز. الصحفي الصحفي يوسف مغارب نيوز. واش كون ما يعرفكش سي يوسف؟ حصل لي الشرف، انا حصل لي الشرف لي شرف لي انا الياس، انت انسان عزيز. الله يكبر بك سيدي يوسف. تعمدت نقولها بشكل مباشر، عمرني ما عندي نمرت وزيتها من المداخله دابا. وقت ما تنشوفك كنتفكر مع اللي حلل في معطيات. تلقيت انا دوري انني كنقول الخبر، كنعيش واحد القصه اعتقد كانت ديال مربوحه وهذا عقل. وبعض يوتيوبر اللي خداو مي خداو الامور خداو اللي خدا هاد الجانب كيف راه صريح الواحد متابعين. والطريقه باش الياس قال مادام وبعض كانوا كيشكروك وكذا انه من الطبيعي اذا انت ما نصحتيش وبعض القرارات ديالهم غيكونوا ضدك. كنت انسان حقاني ورائع ولن انسى هذا الموقف في اطمد الحياه. سيدي يوسف شوف، بدايه او اولا والله الا انا لي الشرف باش دير مداخله عندي في القناه يوسف. انا الناس رحبوا لنا الاخوان بسي يوسف مغارب نيوز، انت محبوب الجماهير وهذه والله كنقولها. وانا نقول لك واحد المساله ما عمرك عرفتيها، نقولها لك اليوم على الهواء مباشره. شفتي هذيك الوقت 3 سنين هذه ونص ملي كانوا شي وحدين كيتامروا عليك في ذاك الملف؟ والله العظيم الا شي وحدين ملي معروفين جاوا عندي حتى للدار وبغاو يشاركوني في المؤامره، كيتعايليهم انا مرايقي بحال بحالهم اقسم بالله العظيم، وبغاو يشاركوني في المؤامره. وقال لك بغينا، علاش بغينا ما يدخلش الملف؟ وفعلا داك الملف ملي دخلوا ليه وكبروه وخلقوا منه ملفات اخرى في سيدي عدي، احنا كنسمعوا دابا اذا كنت متبع مئات الملايين داروا الابتزاز للناس. الان باقي ملفات دابا ابتزاز ومصائب عظمى، ودخلوا الاجانب وصوروا الناس، داروا فضائح وصوروا الفلوس كثيره. ومهم كانوا يعني عصابات إلكترونية نعم، وكانوا بغاو يتأمروا عليك آنذاك. وكانوا فأنا والله إلا جا عندي واحد من الدار البيضاء الأخ مغارب نيوز طبعا كاملين كتعرفوه الإخوان والأخوات، فكاين مجرمين إلكترونيين خي يوسف. أنا صراحة أنا وخا عمري ما تلاقيت معاك، ما عمري هضرت معاك بحال دابا هذا الأخ الحقوقي ديال تطوان، عمري والله ما نعرفه ما نعرف تسميته، ولكن الحق أولى الحق أولى أن يتابع. شوف 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 الدنيا رفيتها والله العظيم إلى الأمنية ديالي. هذا انا ما تنبالغش نقول لك شي اللي في قلبي تنقولو، وراه داك الشيء الله سبحانه وتعالى علم بيا. الا امنيتي نشوف الياس ونقول ليه راسو عزيز هذا السي عمرو كتب ليا وما عنديش تليفون وما عرفتش المدينه، ولكن الطريقه باش حلل
فيا كنعيش معايا وانا خدام يشهدوا عليا الله كنصدوا الطرف والطرف واسجد الناس كنرجعوا عاد انا ما عرفني انا ما راه هادشي اللي كيوقع انت تكون تعرف راه ممكن واحد يعطيك امور مغلوطه عطيت فيها العكس شو لي داكشي القضاء هو اللي كينصح هو اللي كيحكم انما انا كنعطيك الوقائع كنناقش الوقائع كيما هي هذا هو دوري وكنت منصفا وكنت في تحليل رائع وقدرتي اصعب الاشياء هو تحليل والانسان اللي يقدر يحس بيك انت ويحط لك الامور في السياق بدون انه ينصاع ببعض الاطراف وانا اقدرك واحترمك مدى الحياه الله يحفظك سيدي يوسف لا انا غادي زكريا شوف سد الرقم ديال الاخ يوسف وصيفطوا لي الخاص عافاك وصيفط ليه انا شنو عيط لك في اللايف علاش نعم تعلمت تقول في اللايف امام الله يحفظك سيدي يوسف لا اله الا هو الا كاين زملاء واصدقاء وتذكروا داك لانه من طبيعي جدا بدايه المسار ضروري من العطرات ضروري من ما غاديش تلقى الارض كلها ورد من طبيعي هذه مساله كنعرفوها وشرف لي وما نطولش عليك انا متبع معك حتى انا جميع كاع الملفات اللي كدير انا متبعك حتى انا بشكل يومي اخي يوسف وغادي قبل ما تمشي اخي يوسف غادي نطرح عليك سؤال الا سمحتي اشنو هو الراي ديالك في التصريح ديال الحقوقي ديال الفنيدق ربما سمعتي التصريح كيقول هادوك اللي هما يعني تعاقبوا قبل ما يترحلوا بمعنى واش واضح انه كيقصد الاجانب الذين يعني اتخذوا المغرب منطقه عبور وقاموا بجرائم معينه ام يقصد اصحاب البلد لما كيقصد ملي كيقول يتعاقبوا غادي يترحلوا اذا جات على خاطرك غادي تعطيني 3 دقائق زوينه خذ راحتك ثلاثة دقائق أول حاجة فيما يخص إذا كان هنا شنو شي الأسئلة على موضوع ديال الحقوقي دابا كل الجواب عنده الطريق ديال ولكن إذا كان هو يتكلم عدد من الشباب وخوتنا صغارا وكبار مغاربة هما مارين بديك الطريقة اللي هو أشرف بالمدن أنا مع أشرف رغم أنه ذاك الولد وكنقول علاني في الليل لم يكن لي يوما مع أنه كان اتصال هاتف بيني وبينه لكن قلت له عمري التقيت مع ولد وتباع ولكن وجد حق علاش كلام هذا عنوان غادي نعطي المقال ديالو غادي نشرحه بطريقه مختصره نعم ما ينقصنا السياس هو العهد ديالنا حنا كان عندنا دور ديال المجتمع المدني دور قوي كان طريقه باش كيشتغلوا ديك الساحه حتى الاحزاب السياسيه اللي عندهم جمعيه طراره من الشباب لاجل الدفء باش ما نكبوش المسؤوليه على الامن بجميع الاجهزه ديالو ديال القضاء والتكوين شنو هو الدور ديال دار الشباب حتو اللي كانوا كان على مجهودا جمعياتيه ولكن تحت لي واحد الحزب ما كتكونش عندنا في القانون الاساسي ناخذ شي نموذج من اي حزب ناخذ حزب استقلال مثلا اللي هو اقدم من اقدم الاحزاب ياك عنده التربيه والتخييم ياك عنده الشباب المغرب عنده الشبيبه الشغيله عنده الشبيبه المدرسيه عنده الاتحاد الاشتراكي عنده سوق ريم هذا الدور ديال هذا هو تقطير الشباب في الترفيه ديال الطفوله في المراهقه كتدخل عندك روح المواطنه كندخلوا صالحين تكون عندنا البلاد طايحة ولا مكادة كتقاتل على بلادنا عندنا السؤال المطروح اللي دوا به الحقوقي هو لما أكون حقوقي يعني أنا تطورت من العمل الجماعي وصلت لواحد المستوى أنني أناقش غير كنقول مستوى أكاديمي اللي خصك تحلل معنا هو دور جمعيات أننا كيفاش نوعيو الشباب كيما بغي يكون الوضع ديالنا هذا جانب ملي كتجي أنت كحقوقي غادي تناقش معنا اللي كيفتقروا منا حتى اللي في الحكومة دابا راه من الطبيعي جدا دير مؤتمر ديالك في إطار الشبيبة ديالك انت تناقش موسيقى ضيرارة والمأساة كاينة في اليمين وكاينة في اليسار هذا ماشي هذا شيء أي فينا يروح المواطنة فينا يمكن بغيت تدخل في ديتاي المغنيين وطاطاطاط ولكن الأساس لماذا نفتقر من دور الشباب ومن الجمعيات لتهيئة الناشئة للمستقبل هذا السؤال وهذا السي الحقوقي إذا كنتي كتكلم على الأجانب أنا معاك مليار في المية وإلا كنتي كتكلم في العام أنا مع أشرف والمد لأن كانت هذوك الوليدات أول حاجة خصهم تكوين وتأطير وتهيئة وأمور أخرى راه ما كانتش الدولة شحال هذي شفنا حنا المخيمات الصيفية والاعتماد على النفس والوليدات كانوا حتى الناس ماشي غير الفقراء حتى الميسورين اللي كيجيبو كيتأطر من السابعة صباحا حتى العشرة الليل وكيتشاف المواهب وكيجمع فراسه وراسو هادي روح المواطنة كتدخل داك اللي كيحملو المشعل بعد سنين اللي غير حيو حنا ونشرفو هذا هو واقع الحال هادشي كيمس روح المواطنة وكانوا عندنا شبيبة قوية ولا هاد الحزب اللي كيدوي فيه دابا اللي هما شادين الحكومة هاد الثلاثة ديال ثلاثي أماننا اللي كاينين دابا وباقي العمل الجمعوي عمل عنده دور فعال
ما كناش غنكونوا في هادشي، غيكون عندنا تقدير للشباب اول حاجه، لانه شكون اللي كيعانيو في الخرم الوالدين؟ نفس الوالدين عندهم علاقه بالاكراهات اللي عندهم والديون والفقر وبسط في الامور. فرمشه عين، فرمشه عين الحم كنت كتشوفو ب 60 درهم مشات لك 120، عندنا شي صاليرات طالعين ها؟ لا ماشي دابا شو ثلاثة كتعطينا العناوين غادي نربيكم كتجينا من شي اخرى عاوتاني كاين واحد هذوك اللي كياخذوا دابا 500 درهم في اطار المساعده قالوا ما عرفتش غنلقاو الفلوس غنبقاو يخدموا. هذا التصريح ديالك لما تكون رئيس حكومه يجب ان تكون لك مواصفات خاصه تختلف بها عن الغير، سواء في التعطيل وفي التكوين وفي السياسه وفي امور اخرى باش تكون نموذج، ولكن تخرج كلام فضفاض كيأثر على واحد الفئه هشه. صعب انت تناقش مستواك المالي والعلوم وداكشي فين واصل مع دوك اللي معاك، ولكن يبقى الحق لمن هو والفئه الهشه وهي اكبر نسبه في المغرب. باش ما نطولش عليك تمنى ان نكون في 3 دقائق انا كنقول اذا داكشي اللي الكلمه ليا انا غنبسط مع الراي هذا، انا نكون معك صريح والله العادي. اذا الكلمه ليا، اذا الكلمه ليا اخي يوسف دابا. نعم اذا الكلمه ليا اذا سمحتي. تفضل. تعقيبا على الكلام ديالك اخي يوسف، فاحنا ما كنختلفوش، احنا ما كنختلفوش وما كنخفيوش الفشل ديال الحكومه في تكوين الشباب، تاطير الشباب، ايجاد فرص العمل، هادشي ما كنخفيوش. قبل واحد 4 ايام ولا 5 ايام درت في واحد المباشر وفيه مشاهده كانت يعني شبه عاليه، ودرت يعني كاستفتاء شكون اللي ضد وشكون اللي مع عزيز اخ النوش والسياسه ديالو والمنهجيه ديالو. فلقيت حتى شي واحد ما قال معها، المئات ديال التعارك كيقولوا ضد. فهاد المساله ما غنختلفوش فيها احنا، ما يمكنش نبينوا شي حاجه اللي هي تحصير حاصل واقع ليس له دافع. هذه من جهه. من جهه اخرى فالشباب او المراهقين اللي مشاو تما الفنيدق ووقع ما وقع، فطبعا انا راه ما كنهضرش على، لا اعمم، نكمل الله يخلي، انا لا اعمم، ما كنهضرش على كل شيء، لان كل شيء كل واحد والهدف ديالو وكل واحد وسبب الانطلاقه ديالو. كاينه اللي مسكين مقهور، وكاينه اللي ما باغيش غير يخدم بارد الكتاف، وكاينه اللي والديه ما اهتموش به كفايه، ان سعيكم لشتى. ولكن الا هضرنا على الحقوقي فالحقوقي اخي يوسف خذني بلطفك الله يخليك، واخا قلت لك الموضوع الذي بين ايدينا اللي هو محل البحث هو اشنو قال هذا الحقوقي، واش هو عمم كاع هاد الشباب اللي احنا غنهضروا على الشباب يعني بصفه عامه؟ لا، هو هضر على صنفان اثنان. الصنف الاول هو المهاجرين اللي كيجيو باش يديروا الفوضى، وثبت انهم قاموا بفوضى، فهؤلاء قال خصهم يتعاقبوا عادي يترحلوا. ثم انتقل الى الصنف الثاني. الصنف الثاني هو اللي كذلك نقدروا نسمعوا المقطع مره اخرى، اللي ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون ويجب ان يعاقبوا طبقا للقانون، لانهم اضرموا النيران في الطريق، ضربوا الاجهزه الامنيه بالحجاره، ضربوا الناس المدنيين غاديين في الكيران والسيارات. وبما انهم ارتكبوا ما ارتكبوا فهؤلاء وهم مجموعون فهم عصابه. هذه العصابه يجب اعتقالها وتطبيق القانون عليها حتى لا تتاجج النار ديال الفتنه في تلك المنطقه او في غيرها. وضع اخي يوسف، اذا لا بغينا نعلقوا عليه او نعقبوا عليه او نلاحظوا عليه، فكنلاحظوا على ما قال، ما قصد بالكلام الذي ذكر بتعليله. انا كنقول هذا يجب ان يعتقل لانه فعل كذا وكذا، اذا ما دام الفعل هو كذا وكذا هل يقتضي الاعتقال ام يقتضي نشعلوا له الشمع ونديروا له الورد ونحطوا له الويسكي ونصفقوا له؟ هذا هو الكلام. اذا باش غادي نعلق انا غادي نقول لي انا الحقوقي برافو عليك اخي الفاضل، لانك لم تعمم وتكلمتي وحطيتي النقاط على الحروف، فما يعني خصنا نصدقوا لك وانك يعني تواجدت في عين المكان وصرحت بما صرحت به. انا هذا هو رايي، هل لك من تعقيب اخي يوسف؟ لا بشكل مختصر، انا ما اختلفتش معك، لانه البدايه باش بديت انا سوف اناقش الموضوع بشقين. نعم لما يكون يعني كل شيء مقام المقال. نتكلم هو على بعض الخرجات السلوكيات اللي داروا البعض اليوم اجانب و انا غير خدا هادشي اللي قال هو ولا كاين واحد الطرف ثاني. نسمعوا المقطع، نسمعوا المقطع اخي يوسف. هادوك الشباب اذا سمحتي لي، هادوك الشباب اللي تم التوقيف ديالو واقيل صغار، هنا سؤال لماذا لم يتم تمرير الرساله على الاقل براءة هذوك الشباب والتوعية وبزاف ديال الاشياء؟
إذا كان ترى ضروري من هذه المعطيات وتتفرق مرة أصدروا أحق في هذه الأمور ضروري من الطبيعي جدا أنه كان شوفوا دابا شهاب عندي مهمة دابا من تحت عطاك والله العظيم راضية هي باش تعطاك علاش؟ لأنه هذاك راه هذاك الشاب راه ممكن يخطا وممكن يتصح وممكن يخطيط علينا هو الكلمة اللي كيقرا إلا راه عرفنا كيفاش أخي كل عندنا الإصلاح والتهذيب ديال الشخص أخي يوسف راه الأخ الحقوقي راه تكلم على هذا الشيء هذا راه هذاك هي مقطع مقتطع من الكلام اللي قالوا حتى أنا ملي كنتكلم كنقول فين هو الإعلام الرسمي فين هو القطب العمومي علاش ما يجاوش في التلفزيون مادام عرفتوا 15 غيوقع ويوقع تحذير وديروا تنبيه للعائلات هنا أنا كنقول لك على المقطع اللي هما علقوا عليه المقطع اللي علقوا عليه أخي يوسف العزيز نقدروا نسمعوه بعجالة هو راه كيهضر على حاجة بعينها أنا ما يمكنش أنا واحد ارتكب لي جريمة ونبدا نهضر ليه نقول لي خصك تطار وخصك تمشي تجي تطلع أنا كنهضر على الموضوع ما دام الواقع قد وقع إذا يجب أن تعاقب طبقا للقانون إذا ما كنت راشدا وإذا ما كنت قاصرا فكذلك القانون يعني يطبق عليك تابعا للقانون راه شي واحد اللي هو غيهز الحجر وغيزف كما شفنا أخي يوسف مغارب نيوز العزيز شي وحدين هكاك يعني زرافات ووحدانا كيشيروا بالحجر سمعوا اخواني واخواتي الاعزاء كيشيروا بالحجر على الكار غاديين فيه مدنيين واش هادو ماشي عصابه الجواب نعم بكل انصاف واش ما ارتكبوش ما لا يرتكبه الا المجرم بالفطره نعم واخا كيكون مجرم وما كيكونش مقطر يعني كيكون ما يضربش الناس دابا يجيبها في مراه في راجل صغير واحد بوليسي واقف مسكين بالبرودكار 24 ساعه اذا نسمعوا المقطع بعجالة باش نحطوكم تانتوما في الصورة بالنسبة للناس اللي بحرها دخلوا هادو عصابة هادو عصابة إجرامية هادو عصابة هادو ما خاصش الترحيل ديالهم هذا نداء السيد وكيل العام هذا ماشي خاصهم يمشوا لديورهم خاص يمشوا لحبسة كمنظمة حقوقية نطالب القوة العمومية استعمال قوة هذه بسرعة باش نشوفوا مجموعة ديال السراقير اللي اعتدوا على رجال الأمن اللي اعتدوا على رجال الأمن الشباب هادو ليس الشباب هادو عصابه خاصهم يتم اعتقالهم عند الوكيل العام ماشي ترحيل ديالهم ولا السيد الوكيل العام كيقول لك اللي اعتدوا على رجال الامن واللي اعتدوا على رجال الامن السيد سمحتي لي والله انا ما اختلفتش معك والله العظيم ما عرفتش كان فين كاين انا وجهه نظر بسيطه تفضل ممكن ان اكون صائبا وممكن ان اكون غير موفق ممكن تفضل انا غير الصيغه والطريقه فيما يخص حقوقي راه القانون راه كيشرع لي جميع ما فيهش نقاش هادشي راه نقدر نقول لك انا شاد بحالك نقول لك وبيكولي في بعض المقابلات الشاده بعض الفروق ملي كتسمع راه كتعرف ملي كتسمع بانه ولكن دور تاعك ملي كنقول لك الجمعيه ضروري تشمي تفعل سواء في الراجا ولا الوليدات ولا الجيش ولا 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 داك تقدر تقول هادو راه دار خطا غادي ياخذوا العقوبه ديالهم مزيان ولكن داك طريقه الاصلاح بين فئه اخرى تشمل داك المجال انه يتغير هاد الشروكيه وتزيد لقدام حقوقي تتكون بواحد الطريقه ضيقه غادي تقدر تكون احسن هذا كيبقى وجهة نظر يمكن انا عنيف في هذا ولكن هذا ما كيعكسش انني انا ما عطيتش القيمه والضرر اللي تعرضوا لي مساكن رجال الامن والقوات المساعده وهادشي بالعكس تماما انا كنت الصيغه اذا انا ما مختلفش معاك بتاتا انا ما مختلفش معاك نعم اذا اخي يوسف دعنا نضع نفسينا انا وياك في المشهد راه هذه اول مره غنقولها الا سمعت لي السيدي نعم اقسم بالله الذي لا اله الا هو وغادي نقول كل شيء بالسميه كوبي كولي ديال هذا الشيء اللي وقع تما هو النهار اللي المغرب كان عنده واحد الشنآن وعطى عنوان انه ما يكونش هو دارك الى اسبانيا وشتي الوفد اللي كان مشى لسبته اعتقد واحد سنة او سنتين الى عقبتها ليا ايه هذه عامين ونص دابا انا مذكرك اخو اقسم بالله العظيم الا شد الموت بعينينا اللي كنتكلم معاك يشهد علي الله ها غادي نعطي السميه حتى المراسل اللي كان ديك الساعه معايا ديك الساعه في مغرب نيوز دابا كاين في منبر اخر سميتو اشرف عوينه هو يقدر يسمع هادشي ويأكد هاد الكلام اقسم بالله الا لقيت اللي لقينا البحر في الوسط ديالنا وهما في الجبن الحجر علينا وكاينين دوك البطوات ديال الضو كنسمعو حجر كيضرب في البطو برافو انا غنقول لك انا نقول لك الاشكال اللي وقعت فيه وحاول انت تعيش معايا انت تبارك الله متمكن غادي تعيش معايا وقول لي الاشكال الثاني دابا هذا الريسك الممكن حنا شفناه في الضباب ديال الصباح كنت تما وكاينين فيديوهات دخل اليوم باخد النيوز كنت تما الاشكال اللي لقينا مشكله اصعب ماده غادي ندوزها هي في حياتي انا قول لي فاش ملي تبغي تهز الميكرو انت كتقدم وكتكلم كتسير بلادك لا والو هما دابا جاو من الخارج مزيان في ولينا حنا كنتكلموا انه هاد الشباب هادو هما مشاو لقينا الباب الثاني هو المعاناه ديالهم ملي كان كيضربهم الاسبان بالرصاص المطاطي وكيجيبهم لينا مدقلقين
تما فهمتي كون هما تتكلموا كان ديك الساعه هما اللي عندهم حقوق الانسان وما عرفتش عندهم ولا في العالم وتما فهمتي تم توسخ الموضوع ويشهدوا علي الله وعطيتك اسم وعطيتك تيت ثاني اللي هو حميد العقاوي كنت انا وياه زيك صعب شفنا الموت 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 اللي ما عمرنيش شفت بحال هذاك الساعه علاش لانه الفجر وكنا حنا هما طالعين للجبل من الليل شادين الفرونتير الفرونتير واللي صار شنو كاين اللي صار كاين الماء كاين البحر والبحر شنو فيه فيها الصخر والمسافة باش تهبط لينا عندك باش تهبط لك مترات بعاد ما عندكش كيف زعما الموت شفناه حنا شنيتش والله العظيم إلا عشت وعمرني ما نسيت ذاك اليوم اليوم كان يوم صعب وأسود وكان الموت شفناه. نعم أخي يوسف حسيت وتصورت المشهد وانت رجل المواقف يعني كل شيء المغاربه كاين اللي كيعرفوا اش غادي تقول اش غادي تقول اي بعض المرات تحار يعني اش غادي تقول اذا انا راه خصني انا نتقاد انا نتقاد نتقاد مع بلادي واخا بالموت اش غادي نقول نعم وحسن الله تبنى هذا الشيء كيوقع دائما كندورو انا ما اختلفتش معاك بالعكس تماما انت دابا الطريقه اللي حللتي بها الموضوع بطريقه موضوعيه انك دخلتي بالتفصيل ديال الموضوع انا حتى المكان والزمان وحتى الحساسيه وحتى وحنا الا درنا راسنا بلاصه الحقوق وكنشوفوا واحد طايح مضروب من راسه الطريق شاعل بها العافيه وكنشوفوا هادو كيشيروا بالحجر وكيتجاراو فخصني نسمي الاشياء بمسمياتها عصابه يجب اعتقالهم ومعاقبتهم يقدر يكون لا يقدر يكون والله العظيم يقدر يكون الفرق الفرق هو نفس داكشي اللي عاش هو ولكن ما نظنش هو كان في الوقيته لانه الغلط اللي درنا حنا درنا واحد الغلط الغلط اللي درنا ديك الساعه هو كانوا الامن وجميع الاجهزه كانوا في المقدمه وكانوا في الفرونتير في الحدود الوقيته اللي دخلنا حنا الوسط هما سمعوا بانه جات عطيت التتبع ديال الامن انه طالعين ماشي بلاصه اخرى شي وقت كبير مشاو لتباس دخل تعزلنا حنا ما حصلنا تما كيديروا فينا ما كيبان لينا غير بنادم صغيور ما كيبانش لنا كان الليل والفجر علينا ولكن السؤال سواء تضربت ولا ما تضربتش ما نقدرش نسيت علاش باستثناء انا كنقول استثناء هو فاش بديت في الاول الا سمحتي ليا لا انا كنتكلم على الاجانب اللي غيجي يتعلم فيه الهضره مشي يتعلمها في تبريكتو لا هو ولا داك بحال داك اللي كتخدم عليه انت بزاف ديال الجزائر بحال داك اللي كتب لي اللي عندهم مشيو قابلوا هذاك المصمك اللي عندهم هو اللي بغى لي شي خسارة واش كتعيش في شي عالم اخر ماشي هو واقعنا الله اعلم انما الا بغيت واش هاد الطريقه اللي كتشوف هي ضيقه او مستفزه الناس فئه هشه موضوع ثاني يعني كنت باش تبحرتي انا لي الشرف من الخب انني دويت معاك واعز الناس وما نطولش عليك وكتبقى عزيز مدى الحياه الله يحفظك سيدي يوسف الله ينورك شكرا لك بزاف الله يكبر بك اخي يوسف سانتا والله الا حصل لي الشرف وانا الخاص ان شاء الله غادي نصيفطو لك غدا ان شاء الله صافي بارك الله فيك مرحبا سيدي يوسف الله ينورك شكرا لك شكرا لك كان معنا الله يكبر بك كان معنا الصحفي المعروف يوسف صاحب قناه مغارب نيوز الكل يعرفه يعني الاخ يوسف عزيز وغالي عند الملايين ديال الناس فهذه كانت المداخلة ديالو يعني اللي جينا نهضروا بشكل عام شيء آخر راه ما نقولش بشيء اللي قال لي مشاو اعتقال لا حنا كنهضروا بشكل خاص وكنذكروا على واقعة بعينها والسيد الحقوقي لما ذكر الاعتقال أنه يجب اعتقالهم قال العصابة يعني ديال الجزائريين والتوانسة اللي هما داروا ارتكبوا بعض الأعمال الغير الأخلاقية والغير القانونية خصهم يتعاقبوا يعني تعاقبوا عاد يترحلوا وبالنسبة للآخرين يعني اللي هما ولاد البلاد ومشيت يتحرق الله يحسن العوان فكل واحد حنا لا نحرض على الهجرة السرية ولكن كتبقى كل واحد والظروف دياله ما غنطالبوش بالاعتقال ديالهم وإنما هناك شرذمة قليلون أنا كنعاود الكلام نأكدو داروا الأعمال اللي سمعتوا آنفا أعمال تخريبية واش هادو يجب أن نطالب باعتقالهم أم إفلاتهم من العقاب بعدما ارتكبوا تلك الافعال الاجراميه التي شهدناها عبر الكثير من مقاطع الفيديو. غادي ناخذ مكالمه. اهلا وسهلا سيدي هشام من فرنسا. سمعتي ربما المداخلات سمعتي الفقرات اللي تكلمنا عليهم اخي هشام نتمنى تكون بخير وعلى خير ولك الكلمه. اولا السلام عليكم وتحيه طيبه لكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فيه الابن باك الذي نحن نحترمه من هذه الأسود نتاع المغرب. تحية لجميع المغاربة اللي كيشاهدونا واللي كيشاهدوا هذه النص الجميلة التي تدافع عن المغرب وعن الحقوق والرموز والتراب الوطني المغربي. أنا ما نسالي شيء بنتعرف معك باش نعطيك الاسم تاع الأخ الحقوقي اللي أنني كنعرفه شخصيا سميتو نبيل مرزاق من الحقوقيين الذين يدافعون عن هذه المملكة المغربية والقليل من يعرفه، ولكن له واحد صدى كبير في المملكة المغربية. دون أنا بغيت نقول لك غير اسميا تاع الأخ الحقوقي لأن عندي شي ناس ومشيت شوية بعيد باش نتكلم معك، وإن شاء الله أنا سمعت الحوار نتاعكم وسمعت النقاشات وسمعت التدخلات نتاع الناس. هذا شرف لنا كمغاربة والحمد لله الكل كيدافع عن الوطن نتاعو. وطلعت باش نقول لك الاسم تاع ذاك الشخص الحقوقي سميته نبيل مرزاق من أفضل الحقوقيين الذين له تلك الحرقة عن المملكة المغربية، والكلام نتاعو كان صادق وكان يعني وجيه وكان صريح. هاد الناس خصهم يتربوا وخصهم يتعاقبوا ويتعتقلوا قبل ما نرحلوا ويتم التحقيق معهم. أما من ناحية تدخلات أخي إياس أنا معكم في الاستماع لأنني ما نقدرش نطول الكلام، عندي شي ناس. شكرا. تحية طيبة إليكم وشرف لي أنني مرة كنت معكم وبارك الله فيكم. لنا الشرف سيدي هشام وشكرا جزيلا لك أخي الفاضل، الله يحفظك ويبارك فيك والله يرحم الحسن الثاني. وصلوا لهذا المول أولا، ثانيا هذاك الحقوق راني كنعرفو شخصيا بغيت نبعث لك الفيديوهات نتاعو كيفاش كيدافع على المملكة المغربية وكيفاش كيدافع على الاستقرار هذه المملكة المغربية. صديق نتاعي وانا كنعرفو شخصيا. اذا الناس اللي بغات تقدر في هذا الشخص هذا ما قال الا كلمة الحق. اما بن المدن انا كنعرفو وكنعرفو في الفيديوهات نتاعو، ربما ما كيعرفش هذا الشخص وما فهمش، ربما كما كنقولو بالدارجة نتاعنا ما فهمش يعني المقصود نتاعو. بالمدن وقع لي بحال اللي كان بغى يوقع الاخ يوسف المحترم مغارب نيوز، احيانا كتمشي من المقيد للمطلق ومن الخاص للعام بلا ما كتشعر فتاتيه تقع يعني. يعني كتمشي كتيف في واحد المواضيع اللي هي خارج عن موضوع النقاش. نعم. وانت تتيف في واحد الموضوع اللي احنا محتاجينش ليه اصلا، احنا كنهضروا في واحد الموضوع اللي هو مقيد ويبقى مقيد في اطار المعلومات نتاعو في اطار الموضوع نتاعو في اطار الشروط نتاعو اللي احنا كنتناقشوا فيه. اذا لا يمكن لاي شخص أن يأتي إلى واحد منصة ويدخل واحد الموضوع في موضوع ويذهب إلى مواضيع أخرى حتى يمرر بعض المغالطات شي ما كيقبلو شيء. برافو. إذا بغيت توجه واحد الكلمة اللي أنت باغي تدخلها في واحد النقاش نتاع أخي إلياس في واحد الليف اللي وقت متبعينه 2000 أو 2500 نتاع البشر، إوا سيدي راه خصك تقول كلام منطقي، تقول ذلك الكلام في إطار الموضوع، تناقش في إطار الموضوع، ما تدربش بين الواحد منحى آخر اللي غيخرجنا عن الموضوع وغتوه الناس. إذا سيدي لك صحفي يعني متمكن راه تكون عندك اللباقة في الكلام واللباقة في فهم السؤال واللباقة في التدبير والحكمة في إعطاء الكلمة. إذا أنت صحفي صح، إذا كنت صحفي سيدي راه تكون عندك المبادئ نتاع الصحافة وتكون عندك المبادئ ديال التقاء السؤال والالتقاء والرد بطريقة منطقية. تحية إليك أخي إلياس عبد الشناس مرة أخرى نشارك معك. عاش الملك، عاشت المملكة المغربية، والعاش من خنا واسم ذاك الأخ رسمته نبيل مرزاق من أفضل الحقوقيين في المملكة المغربية. أستاذ نبيل مرزاق يدافعون عن رموز المملكة، وأنا أحيي من هذا المنبر على الشجاعة نتاعو وأحيي كذلك عن الشجاعة نتاعك وعن الوليد نتاعك الله يحفظه ليك، لأنني شفت الفيديوهات نتاعو وأنا من هذا المنبر كمواطن مغربي كنتمنى الدخول على الوليد نتاعو منارة الأخبار قناة منارة الخبر ديال زكريا. حي الإخوان السي زكريا وحي الأخ هشام. صراحة والله لما دخلت عنده وشفت الفيديوهات نتاعو كيفاش كيتكلم وكيفاش الشجاعة عنده، إنسان يعني أسد من أسود المملكة المغربية. نتمنوا تشجعوه وتأبونوا عنده وتدخلوا عنده وتشجعوه باش يبقى هاد المنصة قائمة باش نوريو هادوك الناس من هم المغاربة. تحية طيبة إليكم وإلى جميع المغاربة ودمتم في رعاية الله. شكرا جزيلا أخي هشام، بارك الله فيك على المداخلة. حتى الغد إن شاء الله إن كان في العمر بقية سنعود معكم في مباشر جديد في موضوع جديد. إذن
إلى اللقاء.